حديثا صفته مصدرك كان مطلوب مطلقا المقصد ترى مفصل حديثا اشتريت زبطت كصدق الزمان زمانا حديثا كذلك زبط ومفصل فلم تهمم في عطفة عطفي لم تهمم مكاتب وصل مصدر ترى لم تهمم هي مستقرة شهر ومعروف بأن تعلق بالتهمم وكثر عرف كالفكب وإطلاقا منصوب بين فأن كأجت المصدر لم تهمم جرى قرار تقطع جزء المضارع وأصله تتقطع ولم يكن سبوي في خبر كهرباء إلا التجارب أن أمريكا يمزكر من كجاهة خبر كهرباء إلا أن ينبيج أن يتواجد جزء سبوي وتوسيكا جزء وانا بذكى خبر كهرباء أن يتواجد هميشا مجرد أشعاري تستقر القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بأن وهو أفعال الشروط تصيق وجعل وعرف وإنشاء وحده قال الله تعالى وتصيق يخص الفان مجال وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت تثقلني توبي فأنهض نهض الشارب السكر أن تزهد راك أو صغيرا جعلت يثقلني توبيب بأن يا قال الشاعر فأخذت أسأل والرسوم تجيبني وفي الاعتبار إجابة وسؤال رسوم جمع رسمة يعني آثاري نعرف اعتبار إن قلت أن قلت أما كإنسان ملاحظة يشتيك مشهود بك وإلا هو عبور بك وما ورائي هو يشتيك درسي يبني إذا أبو سؤال إيش كذي يعني يجي ودسم كربا سؤال كربا ترسين وآثاري ما لديش جواب يعني أدانو أنجا لدواء توضيح هذا يجي إن في إشكال نغريتا سؤالي جواب كي أتريتا آثاري ما لإعتبارا إجابة السؤال هم يعني وفي إنسان ملاحظة آثاري بزاهر كاب قبول كاف وما وراي أوان ودرس يبري أو خوي سؤال جواب وكما أما برسين أوشتا واعتباري لأجري وأليش جواب يا مدات وقت كاف ما وراي كيف يجرى خاف وصف فأفرد أسفل مبيع وقال الآخر أراك عليقت فضل من أجرنا لدوا يجوب الملجار إلا للمجيد أجرنا وجار المجير بشبيك ما تلك أصل كلمة جورة كمعنى إلادانة جارة إليش جار كمعنى حاوسية هل مجيرا وكحاوسية كما يلي أبيته لا أدى بلغة حاوسية كي أم جارة أجارة يجير لغادي إفعان يعني كسير معاني حاوسي قبول كردن يعني أنا كيداني وشون حاوسي وعلى فناليات أنا باب الحسي المجير يسكيس بعد هر لما كما جهد يجي أبينوك تو دسلتي كدو بالظلم كردن بأو دسلتي وعلى فنامان بأو خاليقا ظلمي حاوسي يعني استم كردن لحاوسي هستو خار كردني فنادرقي كسي وقت كسي كي فنادا او ما فناي في ادري اذا الظلمي دي ادري او بمعنى تحقيري فنادا هند كوانا ارز قائل نبو بو او وقال انشأت اعرض عما كان مكنونا فذل وجل لما تبين من الفاشحين لكم أنشأت أعرف عن ما كان مكنونا أنشأت أعرف بدئا لوقتك كدروي أواني و حالو يانا بينيان شينا وحق ديان بو إيوة شادوتو
دەرکەوت درۆکەیە من دەستم پێکرد بە دەرخستن و ئاشکراکردنی ئەوەی وا لە گوشتا مەسکور بوو مەکنون بوو مەین یانێ درۆ کاشەف لە کلمەی کەشفا کە یانێ پاڵوو جا کاشف کردێ کە کینە و دوژمنی لە خۆیا فەرمیخوان پەروەرشمان نسبەت بە کەسێکانێ کینە و دوژمنی دیابێ وەک ئەمەی کرد لە پاڵی خۆی هێنا وا لە پاڵوویا وا مەسەڵەن شتوێنی بەسەریا بەسەڵی باسی بەسەریا وعلی بوو بە ئیعراب مانای ئاشکارکردن مەکرونیشدا چینە کە کین یانی کون شتێک هەر شتێکی تردا خۆشوێت مەکرون ئەوەی کە لە ناوکنا بێت لە ناو سەردا یعنی نەوە پێش من دەم نەتەوە مەسەلەیەک لەم زەمینا هەیە لەم ئەم ئەفرادا چینە و دژمنی وا لەگەڵ یانە نسبەت بە ئێوە بەیانم نەکردبوو بەڵام وەختێک کە زەمینە موسعادی منش کردم دەمم نەکرد تا درۆکەیان دەرکەم کە ئەنجامیش ئەوەی ما بکەم دەستم کردە ئاشکراکردێ لەما تەبەیەنە لەما زەرفە بۆ بۆ ئەن شاتوو کە وا لە دواوە خۆی زافەیە کرێ ئەلانی جوندەی خۆشی لەو زەرفانێ وەدی جوندە بەشەریانە وەدوو ئەمینیان مەنسوب لێ تا تەبەیەنە مەین فەعلی و دەفلەی کاشفی لكم تعلق بالكاشف إنه أنشأت وعده أريد وعدي لما كأنشأت تلك إسمه وعده قبل كان إسلام سفر وعما تعلق بوعده كان صليب وما كان محمد الله موصله إنه مسفر للتعرج وما مكن من قبل و بو كلمة مين شارك في الدنيا وقد جدت الأديمة لراشيدي وألقى قولها كذبا ومينا وإيش وإيش رجبك وانا ناوينا لا ناو ساعدة وراهشين أبنى جورك ساعدها أديم يعني شرم قدد تقديد يعني رين ألفا يعني وجد أفعالي قلوبا ألفا وجد مين يشكى أطفل سكبو أطفل هنا ترادف يعني يطمع شرم كريم ريبو تو این کار بود و راه کاری باقی و قصه ای اولی با درو دستگاه یعنی بود روش با قصه ای بود قدرت هیچ یا مصفر نظام در پیش و شعر نید یعنی مقبول بود که راه شید متعلق با قدرت که راه شید و داخلی دکان الباقوی که مصفر اویش چه تو با مرجع زمینی را چه این از چه شاعتانی ترا قول مفهولی او کذبا مفهولی تو بین حفل سر و هوا جو قال حببت ادوم القلب فی قاعت الهوا شکر بود کنک در دست دیکن بسر بنشی دل لما که قاعت لر هوا سرکا علاقه و عشق کنک يا وكأن ديار المعتدين فهل هلبت نفوسكم قبل الإمارة تزهق كلو بشمش لا أوسن هل هلت تزهق مبيع أنه الثاني عشر عندما زبا خبروا ما حمل على ليس وهو أرضاك أحدها لا تن طبعا إنك حمل ليس مثل ليس هناك اسم أرضاك قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص بان ينكر و او وقت الوقت بان لدى اكنان وقت انه اتجاو نام بر انه نية
لو في الجبشت وزهترا والثاني ما من قوله تعالى ما هذا البشرة الذي لو في الجبشت وزهترا والثالث لا من قول الشاعر تعزب فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله باقيا الشروى والرابع إن النافية من قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجاني او دست بایشتو بسر کسانی مگر بسر زانیت ترین شیطان که هوا اتخوی اتینی بلو مجانی جمع مجنون و مستولیش کسی که دست بسر کسیت بر دوکت قدم شرکش بود اینه مستوفن فی بابیل مرتوع انو الثالث عشر اسم انو اخواتنا و قلن زیدن فاضل و لعل عمرن قادم و لیت بکرن فاضل ثم قلت مثل أمش شرح الجرب يدي وإن قرنت بما المزيد في ألغية وجوبا إلا ليس فجواب أجر حروف مشبه لك تجمع المزيد لطالبها قرار بدلين يعني ما بيت بشرين يا اتر اشه دا عمل الغاب كريد مش خام عمل الله يفن بيش قل ليتا كأو فجواز الغاب يعني اكريد الغاب مكريه اكريش عمل واقول مثال ذلك انما الله اله واحد او سيتر ناوي ذا انما الله الله بيت المبتدا واله خبر الله فتقول ان اتر ممنوع ولا كانما نسأل الله هل يك اله لكوديا هذاك كويتها دواي جزئي أول لجنة كالعربية ولك شنك حسركم تعلق ببشي جوبا كأنما يساقون إلى الموت أنما إذا معنى أبناء وكما إذا كان أخرج ترونك وقول الشاعر أعد نظرا يا عبد القيس لعل ما أضارك النار الحمار المقيدة أعد نظر من جارك في قروانة أي عبد القيس شاير آقرك بوتي روشن كبير جانا داني خستي بروشن عن خوي أو كريك بنديك أو بسرع يا وصا لعل ما أضارك لعل لا عم أقول بشرني عشان تعرف. شاف فيش كتير أنا فيتها ما أدري بشرني عشان بس نبيتها شو بيت شادي. وجه الاستشهاد بهما أمريكا أم هنا. أم آية أنا كلام بدين. ب أها. أي دوهم كأنما يساقون إلى الموت وشعرك لعلما أضاء كلاون بشاهد وميكا برماها تشوين حروفي مشبهة إذا العملنا كن أميكا يعني وكا أمك السبيجي تجربتك هذا شاهد كوا ليرة تلتوت في إرغاب من العمل هو أصلا اسمك هي بشوين أتاب يعني عملك يعني أجل يعطي هذا أمك وي هناك شاهدة أمريكا دواي أمام ما هات السريع شو نفسر شو ليس عادي يعني دل عمام ها كان بوية دروسة بشويني أنا غير اسمي شو أكد دواي معمو جان لا أخوايا معمو جان بشويني أنا أخوا وجه الاستشهادي بإما أنه لو لا إلغاؤهما لم يصح دخولهما على الجملة التعليم ولكان دخولهما على المبتدئ والخبر واجب أما ما هي موصول أو كأنما يساقون إلى الموت جالس يتوزع على الأول ريان صار النباريين وزعيتي مسلمانان وكلاب وقتي خرجان في بلاد بابين شنبو الجنك الكافرين وغزوية بدرة وزعيتي عن ديانة وقتي
مثل دراز کردیم کنون جن بعضی جن آخارتی کرد کما اخرج رب من بین کرد الحق و این فریقا من الوحید کارون که نو پشتون کنون را کنون موضی اتفارا چه دستیل نازدور کنون را پینا خوشمون کنون سبینا الوطن آوی کنون زمین ودوار ایمان کنون که خواهد جلد معاکر تری کنی جان تری حق یعنی او اخراج او حبیبای بود که لما بخشی باطن بیردن آوان که عبیدن آوان بجیم و لو حالتان روح ایک نمخمین که یعن ما خوش بود لما کاشم بود یک مجادلون که في الحق بعد ما تبین بای ما که حق در کرتنو یعنی خوش بود و کام حق عبیدن و هم جمع بریان تراور سبی مجادلون یعنی قوم يعني ذات ممكن من صرف الثاني كأن النماذج يسعون إلى الموت وكأنك لأخر الدين فلو مر ولحالة كثيرا أرواني كثيرا أرواني من أوجه كثيرا مليان وعمال أو حالك من ذلك دعوتك بس ذلك ذلك ممكنك جاهلينك أن يكون الاستعرافية بيالي كره كيانه جا وسیله مزار آشوانی در راوت و مکرم زمان ماسیه که در حال یعنی سامعین و تکلیتات او زمان او و تنید زمان حال تکلیتی مثلا تکلیم باش خسیری قبوله و جادی دینه باوتش از اون وفای بکارتی مستوی و تنید فعاله قبلی و بعد از این خدوی زفلان ما تبین که زمان مستویل این اشکال مثلا بعضی که میگیم که هوی مسکن نبوده این اشکال قرار که انما یسعفون الى الموت یعنی حال کونه اول صورت که من جلد مخلی مصاری حال واجب جاتونک که ما که او تکفی که انه تلو یسعفون الى الموت جلد فاتر شمی حاصل که تالی بنا مجبوله و وَوَتَنَا إِفْعَالِيَ وَإِلَى الْمَوْتِ فَعَلَّ قَتْلِهَا وَهُمْ يَنْظُرُوا أَنْ جِلَّ لَمَحَلِّ نَفْضَى حَالًا لَوَالْمُسَحَى أو آية كيش إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ آية صوت أفكار يكبس لي إصحاب إلا أكباب شجر نصارى كريم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق كتاب تقولوا النصارى لأهل الكتاب يا أهل الكتاب إن كتاب أو في سبب شيء كثير تانس مثل الكتاب وكثير في دينكم شون عامشتك غلو لدينك تانا مكان زيارة لمكان شديد حد يقول سانتري مدرن يعني بندهك ما يهمدن وغير حق أو يتدرس شتيكتر بسر أصلاف الترجمة في عصر كاي بسر فاو ما يجمي يعني ما يبسن فيه وغالي ما سن بتبعه وغالي ما بسن بتبعه كأعمي كعيسى ابن الله في اسمه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مسيح عيسى بن مريم هر استعبيه فارو كلمي أولاني أسري فرماني كقاطع لكثير أسري كلمي ك خستيريا الاي مريم يعني تاريخ غير عادي ايجاد دور فرماني جداو او فرماني خصمة الاي مريم يعني متعلق بجوب او جزاء سجور فرمانه وحياته وروحي خلق رفقه ويعني كسر او
آمنوا بالله ورسوله بيكوابو وقت يجر هنا مسيح رسوله اللي موروف يكو بلوهية يعني فسمان بين بخواب عنوان إله واحد وإيمان بين رسول كامي كعيسى إشبك من الأوان وعمان رسول نزيات اللون ولا تقولوا ثلاثة ومير الكسيحا يعني الآن في الثلاثة كخواب بإصلاح كان روح القدس عيسى أبو ابن انتهوا بسكش العالم قولا بالقول التسليم خيرا لكم يعني واقصدوا خيرا لكم انما الله اله واحد فاخر يكثر من دواب في هذا الرسول سبحانه ان يكون له ولد بسرعه دون البيت او حاك بريئه ويك طول البيت له ما في السماوات وما في الارض هرچی وان آسمان کان وان جزایی اون یعنی مالی کی دشت و دشکانی بریدی یعنی وقتی لعو بیت و آمال کی بیت کرج آوان آبی و کفا بالله و حق او یک اقتباب خاص به دانانی و کیلو کافی است در رام یعنی کوی کافی است نیاز به ولد نیست واحترصت بالمزيد من الموسم الأمريكا وتم ما كهنا أجر ماي زائد من كيفي أنا وإلغاء ابن والعمل ويوتم كماي أجر هاتو ماي موصولي عندي والكا إنك قصك الشامل يويش نبي كنوطي ماي موصولي عندي والكي العمل عنده ما عندك إلا محل لمحلي ما كمحلي نصر ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أو سماي أن ما موصولي بقر الإعماك زميلي بالفتوأي أن الذي بتغيير أو تطمير من به إليها لا آية من رسولي مؤمنون دواي أما ولقسمة يكزول لسورك بياني بينك أمتي واحدي مؤمنين لنوح وعليه الصلاة والسلام آقاك عيسى بن مريم الدايتشي وأفرمي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون كيفش ليك أمتا أفرمي أتقطعوا أمرهم بينهم زبرا دواي أوان كسانك أشبين أوانا هاتنين أو أمتاني وأدواي ري أوانيان بطايا وأمتي واحدة دوايان لغل أوان كاركيان أو برنامج كتيان درانة كتي أوانا لتلثيان كل بين خيانا قطع قطعا زبر جمعي زبرا يعني قطعا 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 يعني كل يعني أكام بشي لدين يعني بوقتك إن اختلاف قيابه بروه يكبش الذين بنخشان إذا كان بأويك دلائك بلان كل حزب بما لديهم فرحون فرقروه يك حزبا قروه يك كأبدالي بشدة كان بيكو إطبات عزبيكو هر كام هر حزب قروه يك يان دميان خوشة بوي وابلايا وقت يجيزان بغي بويك وابلايا وخوش ميكا شاول يقول اشتكيت النار وانا لأن فيجي تفرق الإدامة يدي فذرهم في غمرتهم حتى في دي وقت آواسا يعني انت إصلاح تزيرني يا يانك بالنا أو وزع يتاوى نكم بون في آيه وداكيري فرما فراجير يانبوا بمي النوى يعني لوابيان يال يانك فا وقتك بغفت عندي تبرج آخر كاري كاري عندك أيحسبون أن ما نمدهم به مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أما شديرها دفعيت وهم يبقى
ام احزاب متفرقه كمان نغن كام وزعية وشواس يعني لمالي لبني داري لسو سبو دمال يعني اسعامة نشانه وستخوا راضية يعني بموزعية كمان شون متفرق راضية يعني وأول نشانه رضاية يعني أيا واحد سيبتون ك أول وإمداد يواني في أبين يعني وصل لأوكم كيانا كيانا كشش يعني في أبين إمداد أصدر لكم يعني كيشان جاء إمداد بوي بوكو ما كبرتش مكا كسي وقتك هيني نبو ميرو توانا نبو برناكا تا إذا ما نك وزيفي فين جانبا أما وقتك كومك بكر كشش بياكا تو براكا أو أيوا تيانا دين كفوسيلي أو كشش بياكا تو براكا لما لولا بني لسروة لدار لسركا بني رولا أو بدار لسركا آية واقو ما نكركا جاء مالك بإصلاح الرجل جرئيس وبجاش مدريد وحصور كأوضاء الدليل كسوا قريبون كان نازي وقو سيديك وقتاني بسيطين سيزيني كدو جردن كولوتيك آيا وحسيبة كأوي وبوسيلي أو إمداديان أكي نسارع لهم في الخيرات بوائمة إن أكن فلا أكن بخشيني خيرات بأوان يعني وهذا أن آمين كما بصروت يعني إن زور قال ما نقومي كخيرات يعني في بيو خيرات يعني في بخشينا بل لا يشعرون نعم يعني ونبي أمان ما نوقيان لنا وتفرقا إن بيت ما نوقعين لنا وتفرقان لسر أم أساسيش بيت ك يعني بيتنا وبين أم عدو بنينا وإن أخواتي ما ندعم مشاري وسكر ليما راضي وفي قشعة مصرية كهمانو وخيرات ما في أدانا والأوان نت أم مزعيته هل مين بدأوا لي أظن في أوان شعور يعني لأخذ السائل المسائل الدقيقة الدركية يعني أميك تفرق وسيلي إنا زمین از بونه که فاقه زبل انسان به جلی نارد دی اوسا ایحسبون انما امیدهم او ما نوان مای موصوله که همزه ایحسبون انزه استفام بوین که بو توبیخ یعنی بو آوا بسی بکر ایحسبون فعلی مثل الأفعال القلوب كوا وكا فاعلية وأم أنما تأخذ لما حد نسبة جيدة بقولة البيت وكا أن حد مشابه تعالى وما حد محل الأسباء السنية نمدهم به الصلاكاتي كنمدون حد في أفسدها وهما كما في يوبه كهذا يجد وهما كان فارق بالمثلوة من مال متعلقة بكائنا وحالة لهيبه كائنا من مال وبنين ريش قد فلس المال نسارع لهم في الخيرات أما إلا محل رفع ذات خبر بو أنك نسند بو ما كدي عائلة يعني الآن نسارع ما نميت به نسارع لهم إيش به يكيش جرى مقدر به نسارع لهم به في الخيرات بوصلي أما نسارع في الخيرات يعني بو أكد نسارع لهم في الخيرات وستروا لهم فعلك الخيران شكرا لحقك بل لا يشكرون بل يعرفون لا يشكرون شكرا لحقك أداك نفسك ومن المصدرية وهو احتراز لما يمصدرية قل يعني هذا ما يمصدرية شهاد بشوين هم حرفانا كفيانا كالعام الضبط ما كالتك جعلك عشرة تقولي مصدره فبيت اسمه هم حرفانا وقل أعجبني أنما قمت يعني أعجبني قيامك وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر يحتملهما أما احتمال هب يعني هز يعني ما كموصول به وعائل محدود به موصول ما مستهيب بموصول حرفي وإذر عائل شديد كأجل أولياً بأوابه إنما صنعوا يعني إن الذي صنعوا كيد ساحر أيش يعني إن صنعهم كيد ساحر يعني شنو ضربة مثل كيدك
دو حالتي احتمال بس اجر كيد معناه مصدريه قبل ما صنعوا ما كيدنا بالموصول الحرفيه بيت يعني ان صنعهم كيد الساخر ساخ انا كيان درس كيدنا كيان يركض لي ساخر يكو تيجي اجريش كيدك بمعنى ان بيت مكين به يكا يعني قوي واب وصفي وكيد اكري قوي كحاصل مصدرك يا اوجار ما كريت مال التصوير اي ان الذي صنعوه جاهل صنعه بيو على تأويل جميعا فإن عاملة واسمها في الوجه الأول ما دون صلتها ديار إنما صنعوا ما كلمة النصبان وفي الوجه الثاني الاسم سبب مما وصلت اسمك ولم دوانا أنا يا عبد الله لم دوانا أشنا خالدي يك اسمه أو اسمك لم دوانا أنا بسرعه فأنت اسمه إنك إن شاء الله خالدي مساعد الله سورة طه كلوت مشتوزة وقال النابغة قول ليتك ما معنى زيادة ليك خوزگا ام چند کتره ایمه بوایان دگل کتره که خومن حمامت یکی با وقت درمان یکی کتر و لگل نیوی اوانیشه یعنی امانو نیوی اوانو کتره که خومن من بوایا فقط یعنی بحث یکی در بس که بس یعنی در بیت عددی کامو لم جور جگانا که بعد لسان يعني خوي كوتركي بو او دس كوتركي كوتي اكر اوانا و نيوي اوانا بو بوايا و تقل لكي خمان بس بيتا كا اوانا شخص و شخص بو سيو سيش اما نو و نو يكي كوشي اما صف اولي قصيدة كيش اما سبيري يا دار من يتبل عليا احسن في اقوة وطال عليها صالح الامل من يمع شخصين اي مالكي مية كون هوادي مية سخطابي ديكا كوايد عالياء جيبيك جادواي اولا سندا سندي جيبيكي تو يعني دو مالي بو دبو نبو كيبو سخطابي ديكا ويجي اقوات خالي بو لا بين يو او درخت شد يعني بو جاباني وشكو يا او ماما شوربو وطال عليها صالح صالح سابق قزشت قزشتي روزقار طولي كيشا بسريا يعني زمان زور روزقار اقدريج بزرا بسريا بويا او عليها شوربو بأو يا كا إنكي نعرى بقية شارك واروا يا ابن داو جارا ما بين مزاف مزاف لا يميّن كلا حالتي جربة فتحة غير منصرفة بالعلياء يعني كائنة بالعلياء حالا دار كلا أسوى مفعولة فالسند في عطبات السنة مثل العلياء كلا أقوات أمش حالي دوما يا دار ميتة حال كونها أقوت كشي قد يجب ومقدر ذكري قد أقوت تهويت يا مستطرة أشيته وبو بو دار جاء أقوت أزمحي أقويت وأكرمتك إنبو يكي بو بأرخو حسب وطال عليها أفضل سر أقوت سالف فعلي قال وعليها مطالب فيه سالف الله لا يأمن أكرد أقوة وطال عليها سالف الأمد استئناف يجبت دواي أمكا هي أكا نداي لأكا أنجار بياني وزنك أما يروى بنفس الحمام ورفع الحمام والحمام على الإعمال والإحمام عمال درابي بليته يا إحمام وذلك خاص بليت هر أوك فقط لو تكاك مايتي وبوت واني عمل شكا بقية بالغاية
أما الأعمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص في الجملة الاسمية فقالوا ليت مع زيد قائم ولم يقل ليت مع قائم. وأما الإهمال فللحمل على أخواته. يعني وك أوان يك وقت ما هذا السرير جد سرد اللي فعلي إيش تمي شهر جسر جملة اسمية شيء اختصاص في أمينة تويتر زمينة وعمل كتنها الباقية فس عملك. أما أمشك إهمال يكتب بحمل بسر أوان يعني أوان كرافيتي أمر إهمال يعني في أمينة أوان ثم قلت ويخفف الظنون منها أوانا كنوني عن إنا أنا لكن تخفيف أكرين مثل إن أم لكن أو تلع ليش بجورة التخفيف أكرين أو نعم كي لا أجي لعل يتعدى وإيش هم لينك إيمتا نون لامن دوائي لعل نبتا لعل كان يعني إذا تخفيف من يعني قلبي كتيا أكثر أنجا مني الذي ما أفتد وإي مكبوبة لعل لامن أولي حسب لتعل فتلغى لكن وجوبا وكأن قليلا وإن غالبا وقت يكتخفيف كران لكن إذا بإلغى فازد رعم الله كأن جاء وقتك لكن تخفيف كتابة لكن تك لكن يك واحد في عطفة للصورة تشاب الحياة كبرى فرق عن لوابد أو همشة بشنها مبتدئ في عطفة كاتور مثلا ما جاء زيد لكن عمر أما أم بشوين إلى جنبه و حرف عطفة يتسل مثلا ولكن الشياطين كفروا او كي تدخل حرف عشر اما لكن همشه الغاء ذات كان هل ابي عملك اي بنيني فقط اولا ابو بيتك يتم عمل لاسم ظاهرا لك الى زميل الشان المقدر عمل أعوبهم أعوبوا أنبوا اشتراك وكأن إلغاء أكريتو كم جارك إلغاء أكريتو وزورتل إني أكريت عملي في أدريت شمك مشابهة أنوا كأن أو بلد شاوتم إني أكريت الغاينا تري هميشة عملك جاء غالبا عمل اسم لازمير شأن مقدرة وخبرك يبيت الجنبك بشروط الكيس دعي ذكرك أما أن كمطابقة أن قال قايك عمل لا في ظاهرات أو في أنك ربيع وغيث المريض كأنيش هلوك أواك لو يجي كاد أرزاق جنب أسماء إنبو بيت أنبو بيت وكاد يجو بيت السام لنتيجة أميش وقت أو هر زمير شأنه كيبو مقدر أكري تعمل إتياد إيقات اسمي أما قاقاق إلغاء بيتو يعني لما فقط فقط بأردك أن كأن غالبا لا اسم مقدر عمل قاقاق إلغاء اسم ذاتا أم غالبا لو اسم مقدر يعني اسم ظاهرة عملك بعض وقتك إيش هنا بعض وقتك إيش هر إلغاء كريتو عملك وإن غالبا إنيش غالبا إلغاء كريتو بعض وقتك إيش عملي في أدري ويغلب معها مقبلة للام وكون الفعل التالي لها نافخ وقتك كإهمال كرا غالبا لام ولا في كلامك فقط يخانتك إني نافعه وهروا وقتك إهمالي أكتر غالبا أشياء فعلا كبيرة بشبنيا لا أفعالي نواسك متلاب قبل أفعالي قلوب أفعالي ناقصة أفعالي مقاربة أفعالي إن تصير صير وجعل وقت
جاك إذا كون الفعل التالي لها أجد لي اسمي بشوني عاد خويش أجد لي فعلي هذا الفعل كلمان لي وقاقاك جبريت فعلك النبي ناسخ نبي فعالك لأن يشاء ويجب استثار اسمي أن لأن إذن الغانات لي مطلقا فلان واجب إسمه مستقبل يعني الضمير شاء المقدر بي وكم خبرها جملة شو الضمير شاء اسمك شو خبر فين جملة بي وكون الفعل بعدها يكيك على مشاشت فعل كل دوايا ويكيك على نبي كبوي عام شرطان إبريد استسخ كانتا تا فعلك نبي ودروس أني مصدرية بجنس وده نتيجة اتباسي أم أني مخفصة بأني مصدرية ولا شونك أم فعلان أني مصدرية ناچه تسدين لأمانة ناچه نتعويلين مصدر و الناجح بسر أمانة النتيجة وقتك أنك بسر أمانة ما تبغاني لما أني مستدين يكون أول جي غير أول ما أني مخطط لك صحيح أما غير أمجانة أني مستدية أجي بس ناتواني أن تخفيف كين في الالتباس والالتباس في إشبيت خلاوة بيشوك أني مستدية هو استقبال أم هو استقبال یکی که اومه فعل که بشونه دعایی به که چون دعا انشایی واسیا و خصوصیتی دعایی از لطف انانا چکلی بسته و هم زمانی حاله و علی مستریه بکات استقبال و لطفی که جور در نتیجه که ان بسر فعل دعایی و هو و رعین یا جامد به وکلی سوا سوا معنی که دیاره این در وقتا که همی اوانا بید که انا که انی مصدقی چون که انا سفعالی شد که تصرفی تیاب کرد تا نتیجاب چه تبیدی مصدقی یا مفصول بید لانا که به یک یک عالم چنشتا یعنی لبینی انا که و لبینی فعلا که فاصله فیاروی وصله تنفیز انا سوف وسين كاتل وقتك سين سوف وسر فعلك اوان يكون المستقبل فزغيغيك بو اني مصدريا نعملك اويش فعلكات المستقبل دو اداتي يكتور ناش نسر فعل لان تجر بين اما اني مفضل نفسك يا شرط مثلا هنا حرفي شرطي ان بشوين هنا ثابت بشوين انا كابد لو وقت جايت الديارة ناكري أداتي شر لتك عاملي نصباك أني مصدرية يا أقل ناصبش نبو لو وقت كاشا سرمازي لقل إيهكا حرفك أوا بس عليك هو أبن بيكشت جنب شونك وقت أداتي شر لتك سري نشاني جملة بوني وقتك أني مصدرية في جهة السرين إن شاء الله مثل كبيرة مفرد زمان الجور نابن بيك وقر الشرط بش بسر فعلك وضو بياري لو أنا أني مصدرية وأني مصدرية سقا وقد شون قديش أقر إن بي أقر فعلك مازي بو مازي بيت يا مزارع بيك لمازي أبو تحديد قولة مزارع شاب تقليلة لتك أنا ركناك وك انا كابيد تتوقف على شيء تعمل مصدر وامرت او قد بين داج وقد كنا شيء انه مصدرك ومعنى فيه فوق يا لو كنبي شرعي لو حرف الشرط قال كان في بوت 8 بي بس مش نشانه جمله بو نشته مش يعني لو كان لي مصدر يا رينا في نشانه مترجمه ما بعد كده لأن تجاهني مقبل مسح ويغلب لك أن ما وجب لي أن أماني وواجب بو أن بو أو غالبا غالبا يعني ما نوع خلافي وجب أما غالبا أي شو إلا أن الفعل بعدها دائما كبري مفصول بقد أو لم فاصل فقد أو فرقاس فعلك بشأن يعني مثل دعائنا أشياء خبرية أم جارة
مفصول بتنفيس وبشرط وبدو أمانة هذا الشيء يا قد بس اليوم يا لا أماش لا باري هنا لا باري روفي مشبه وقصد عوضو بشبن هوائجه واسم لن نافيز للجنس يبدا منصوبات اسمي لا ينفي جنس أو إنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شفه فقد ليك بالأمر بصورة عائلة أسبق الظاهر بأن الأمر كيجي منصوبة دوائي إشكال مبانا بيتماشا في لبانجي كمثلا شيء نصب يارني أو هنا مثلا مبنية لسرفة يعني بعض جيغة يكا إتر إمنية آيك أول إلغاء بيتو جيغة أولي بيتو إشكال بود كمثلا لا غلام في الدار لا رجل في الدار يرابو نسمية أغا توجي اسمي داية نفي جنس منصوبة شمك نسبك جوابك أوالينوك نسبك هميشه هي مادة اسمي داية نفي جنس بلان منصوبون لغل ظاهر بودا مساويني بعض وقت منصوبة وأما هنا ظاهرة بي بعض وقت كيش لما حد نصاب قرار قلي بلان دا لغل ظاهر بي بيسر وقت يكا مضاف يشك مضاف بو هنا نسبك ظاهر بي وغلا غلا مصدر من عندنا لا أفعال عمجي بلا عطر وأقول يجوب في إنا وأنا ولكن وكأن أن تخفف استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله وكأن نبيت تقول أولا وتم تخفف الظنون بدا وإن أيوان بدا يعني شون زور استعمال فين وحرفي مزاعف إشيان واسيان هو مكا سقلت إلى بريد فأكرين وتخفيف هذا الحرف دوني المحركة لأنها آخر يعني أولا كان كبير نساقنك حلوك بتلاكنا إلى أنا كأنا با شون اما حسبه حسبه جبهه بينه ودسبه بكره لنا وراسه نابه يعني اولو يعني افرو بهم لأفرو بسبه انك تتعجبك هالا افرو بس هنا محركه ثم ان كان الحرف المخفف الا المكسورة جاز الاهمال والعمل والاكثر الاهمال وكل ان كل نفس لما عليها حافظ في من خفف من اللما أما أو قيدك أو بتي بس أساسي كمالك أك مغني شاعر كبير كجواية بلاي أمو لقراءة تثقيلة وقت لما إثر أو لما معنى إلا أو إنك إن إني نافع لحالك أو رأي مردودة شمك دليل لي قاطع يبومك أو لما بتشكيلي شواهر لم وقت لما يكبت كبتخفيف أول جار لما يانا كبتخفيف أخنا به أما إني هنا إني مخفف لما ساقن كل مبتدا إذا العمالي نقل على فلاي نفس أو لا عملا بفرق لبين إني مخفف لما إني نافيا وما كماي إينا تكيقاها بو لا مكان كوشتي في الجماع عيمان كونك أم لاما فإينا احتمالا بعض الوقت هيك جمليك بشبن يعيد لامي مثلا جواب قسمي في وضعي أروك أويتا استنى مسابي دوائي في أبي لأن بجد جمعو نغي دو لام ناقوشا بس بعنواني برنامي في مشري إكيقا إكيقا بو خشكمو بو بيتر جمع بيتر لامك أو قال لا بشر نعيبو ناخوشي بلا نبي تقراري دو حرف بشر نعيبو بس أو لام لام أو ما ما يتكيراها وعليها حافظ أكريب جن حافظ مبتدا وعليها خبر أيش كريب جن عليها نبي تخبر بو كلك وحافظ بعد وعليها كبر في المستقر أما لقراءة تخفيف لقراءة تخفيف شعر واسع يعني لما يش هر أو لام لامي هنا لامي فرقة وما كم ما يتكيقاها فقد بو الله تكيقاها قص تربية سمين تربية هنا تشديدي في أدري در نتيجة شب بلاي أوانو كامي مثلا
خفيف كنت بيت ولما شكلي أوانك سخير كنت بيت يعني ولما هر مثال بو دينه كم قبضي دينه ولسر أكثر إهمال كراوة إن كل نفس الدم عليها حافظ. إن أنا ظن أنك تزحنا كما أمال إن سورة طارق أفرمي والسماء والطارق طارق لما بريش معنا من كشتن باشواني وكما صلى أو شهاباني كشوك يشيا وما أدراك من طارق النجم الثاقب ويتوزح لك شي وايد توكل وكل فما بزانيك طارق شي فسيريك كنكر أو سيرك كنكر يعني هو يتفزع أدريك نفوز أدريك على نايك وكيشي ولا أكيتر جاء قسم بأسماه بالطارق إن كل نفس دما عليها حافظ يا دما عليها حافظ براسي هرشي شخص هرشي نفس حافظه من قهبانك وسلم جاء مناسبة كليلك لقيت عالمك اشتغل يقرأ ميكا هرواتشون الشوا بيئة وكإنسان انتظاری به یک تفاچی کسی ایب قیابی تو بلایی کشی بلایی کتر شهاب چون او شهاب اکشی بیو دفا قیابی و گلت پرده یک اتره تو غیبی بوزایی بیتی آوائش اگر ایو متوجه این حکم نگهبانی با سر دارا حاضر بوتا چون اول جه یک اولیم دفا ظاهر بیتی ایوائش بيئة وكيوم توجه من آوان كهباني همشا حاضر بيت زبطي أعمال تانك أما مناسبة مناسبة كيفيش أكريز ك وقتك أفرمي والسماء والطارق أو هنا بقيني أمريكا أم كائنات تحول فزيرة كالتحول فزيرة بس قيامك إيش كتحول لدورة له رؤيه الأبد أبيش ممكنة ومقدورة در نتيجة كقيامك إيش بو کشه هر وند ساز ببن هر فرد یک حافظ یک بسری و بید هر وند بود روز که با او بود آسا که بشوه نیچه هم به دیدان آیت نفسی و آباقی استدار نکر من یم وره لانسان و من مخلق اگر انسان باور نکر که حافظی بسروی و مسئوله خدوان انسان بچه دوست بود که اما اکلام که لما آیت آبر دوست بود که خوال مدوسی که جارت اتوانی فرکم که توی که کش والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع قسم بأسماء وداري قران نوري يعني وقتك أم آوى بوصي بصور في حل بخار بس بيت هو أشي هو من اعتبار أي قران تاني كاتو بآوى قران تاني شون أم باران أبارد وأرض ذات الصدع الشكاكي يا بياب دنجي يا بسوري شون هو أدواني آلاح حياتي انتصار فالح حياتي وجارك إنه لقرآ أصل الله وبالهد أعوي كوزمان كمسؤولية يبيع سينو منوي دوائما فيه أو قصير بالرأي قاطع عامي وهزم شوخي التالي بس لهربو سورتك أم نعمل فرق ما كش تكيقاه عمادة نك بوجورك أن يجي كوقت مشدد بيت هنا كنا في يوم ما لما معنا إلا يك نمغي نبي بشا وقت البحث لما نوضا من جلسي معنا لما يك شيء سرطة المزارعة وجزمة ودواي توقف يجي كيش لما يك دو جملة مازيين بشوين يعني وقت لما جاء البشر وابقى على وجهه كأوجه سرطة وزماني مازي وقت لما بشوين ما لما يك ويكي كيش أم دمك معناي إلا فلان هو إسبافي ناكري دليل قاطع شهرم آيه دوائي أم آيه دوائية بشوار جور خنباوتا ك يكي كيان وإن كلا
لما ليوفينهم وإن كلا لما ليوفينهم جاري أنبيان رديق سخي أو ناكاتو أما نوقيها كما كم خطر إنا هربا أسمي خويا كل نبيت اسمي و أمريكا لدواوية بقسم المحطوفة وبيتها خبر لامك هر أو لامي فرقا أم لام الأصلا فرق لبيني إيناتو إيناتو لمس قلا بلام وإليهاتو أولا ألفتي قطوة بإنو كان أخي شوى تحديث ناكري هر أجل سر أبركي ما كريش تكيقاهو دل وفتينا دوا في قسم المقدرة يعني والله دل وفتينهم دل لا يوفينا يوفيه ويجام سترك تشهدوه لبرنيز الله يا رب لكشونا الفا مؤكدة بنوية تأكيد السخيلة وهمك مفؤولي أول يتجاد وإيش آياتك توضح لك أما لم يصد الجارة هيش جارة رجب وأوليك ما كان مخففة لسلطي تخفيفك لعمة أثمان فرقة بين الناس وقبل المسقلة ولا سورة تشديد شاء إن هل بروك أخوي في وقته إصحاط ورشان النقشي فرق دانا فلان دو دور تشخنا وقبل لك رأى السماء وإن كل وإن كلا لما ليوفينهم وإن كلا لما ليوفينهم يعني لوحدك جوان معك تشديدي في أدري فما شاك ينهر إنك عملك جاء أمش لبوسوته كان أو رد كان جاء أن يعمل أو ردنا فك إن كلا لما طبعا أمش الرد كان هدو سوالك الرد كان شوكا أجر أمهن بوايا أجر لما بمعنى إلا بوايا اتقطع على شيء كلامك من في بوايا كهيت كان لوان غير أن حالتين يفترضاك في أعمال يعني كاتو ريت على شيء أنا داتو دي إستم أقرا أجر السؤال أمير أجر أم لما بمعنى إلا شو هاتو لما كلام مصدر واستثناء لشيء وقت أغنية كبيرة هناك نافية مستثامة وكم إن بيت محسوبة ومستثامة مفرغ بيك ويبجني آواي إن كل لا يفعل بهم مثلا إن كل يفعل بهم شيئا إلا ليوفينهم أعمالهم وآواني أو سبيل لما مشددة لدواي خطعا إنيشو فسورة مخفف مسقل بكارشو شون لسورة كاوائج إن خوش يعني مخفف لسورة كاوائج إن عمل كده إن كلا تخو إني ناجي عمل لما تجي أمر ربي كاتو فرقون لما يمعنى إلا ما بكر أو جام فرقه وهو ما يتكي لها فس أولك إجابة من خفف من لما وأما من شددها فإن نافت ولا بمعنى إلا أو اشتباعي وأجوا من أعمال المخفف قراءة بعض السبعة أم جاءت خلاف أكثر لكوتي أكثر إهمالي بين لوح الكبير وأخلج أعمال الكبير قراءة بعض السبعة كريم كلا ألبت تدوجر أو أنا ما عمل ببنى مخفف إذا بعض إن كلا لما بعض إن كلا لما لآي صو ينزل سورة هود وإن قراءة حساء وإن كل لما ليوفينه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير براسي هل كان لو عن خاونكد أو إشتران كنتم هو مستدى الوقت وصف على كل دورات خاونكد أعمالك يعني بتوابي في أداتنا يعني فداش أعمالك يعني في أداتنا جاب أو آقاها بويك أوان أي كان يعني ونبيتك عن الله يكون لبرد شعبي بكبير في هندانة في فاداش لنا جاء بعضك
علماء جديدين قروا ولا زمن لما مثلا كسائي وكتبيان تسيوا أما أقرأ إذي فإنه إن كل لما شو أنا وكي زين عيزان هالشي فكري ليه كما أما سر لبرد نعلم شو وايز عنيو أقد لما بتشتيده وبي إشي بمعنى إلا بيعيش فور راسك على الثاني مصبت على وسبابي كتمنون بي كان بمعنى إلا نعم لما وغوصة أو جيري شعر الكوفة هم جوابي أولد إلا مطلب الفرق وما يشير وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء عملها ووجب حفظ اسمها ووجب كون خبرها جملة ثم إن كانت اسمية فلا إشكال تبهيش في المطرح الجمكة وقوة الكباسي بأني مصريونا بأونا شخصا جملة اسم وكو أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخر شيخ كالدعوة يكون آمس وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك سواء كان أقول بخير يا بشر أقول كمن النار يا والخامسة أن غضب الله عليها آية أولية سورة النمل أي أشهد تباري موسى عليه الصلاة والسلام وفك أشهد بعد ركنا بي أشهد وكان أفرمي بلوت إذ قال موسى لأهل إني آمست نارا وقتك لما دينا وقرينا لا دينا سينا أقرك أبينا أو أقرك وايك وما بيجيش ولا وخلو في دارش نقيد الكبيتو كفكرة في دينا مرمى مكيد فكري وقتك موسى وفي بخانا وعدا فيه ومن أقرك مدي وبجورك أنس ديبت آنستو كان هذا معنى أبصرتو رأيتوني